فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا متدرب في إحدى المستشفيات، وسؤالي: ما حكم إقامة المحاضرات بحيث تكون النساء بجانبنا؟ يقول: أنا متدرب في إحدى المستشفيات، وسؤالي: متدرب؟ نعم، في إحدى المستشفيات. يقول: وسؤالي: ما حكم إقامة المحاضرات التي تكون النساء بجانبنا، بجانب الرجال، مختلطين، حيث ذكرت ذلك للمسؤولين فقالوا: اسأل أهل العلم. لا، ما يجوز الاختلاط. الرجال، النساء تكون خلف الرجال، تستمع للمحاضرة، تكون في مكان مستور وتستمع للمحاضرة والدرس، لا بأس. أما الاختلاط لا يجوز، لا في المستشفيات ولا في غيرها. نعم.